السلام عليكم، أهلا بكم تلاميذي الأعزاء في قناة أم هارون لتعليم الرياضيات، حيث نتطرق اليوم إلى حل الوضعية الإدماجية التابعة لنموذج اختبار الفصل الثاني للسنة الرابعة متوسط. نموذج الاختبار سأضعه لكم في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ الفيديو، فضلا وليس أمرا، ادعموني بالضغط على زر الاشتراك أبوني وزر الإعجاب جيم. ماذا تقول الوضعية الإدماجية؟ للعم محمود حقل مستطيل الشكل، عرضه ثلثي طوله يعني 2 على 3، ومساحته 9600 متر مربع. ساعد العم محمود في إيجاد بعدي الحقل طوله وعرضه. أراد العم محمود أن يزرع جزءا من حقله المظلل في الشكل هذا الجزء، بحيث يكون محيطه أصغر من 260 متر، وأن تزيد مساحته عن 2400 متر مربع. أولا، اكتب المتراجحتين المفسرتين لهذه الوضعية. ثانيا، ساعد العم محمود على إيجاد حصر للبعد إكس لحقله المزروع. كلف العم أبناؤه محمد وعمر بعملية الغرس، وحدد مبلغ رمزي كمكافأة وتركه كلغز، حيث قال لمحمد: عند غرسك لشجيرة تفاح وثلاث شجيرات برتقال تحصل على 9 دنانير، وقال لعمر: مبلغ غرسك لخمسة شجيرات تفاح تنقص منه ثمن غرس شجيرة برتقال يتبقى لك 13 دينار. ما هو المبلغ الرمزي الذي حدده الأب مقابل غرس شجيرة واحدة تفاح وغرس شجيرة واحدة برتقال؟ إذن نبدأ في الحل. أولا، إيجاد أبعاد الحقل. لدينا في نص الوضعية أن هذا الحقل هو مستطيل الشكل، عرضه ثلثي طوله، هذه المعلومة الأولى. والمعلومة الثانية، مساحة هذا الحقل 9600 متر مربع. إذن لإيجاد بعدي هذا الحقل يجب أن نشكل جملة معادلتين ونقوم بحلها لإيجاد كل من الطول والعرض. إذن نضع طول الحقل x وعرض الحقل y، حيث قال عرضه ثلثي طوله، معناه عرضه اللي هو إيغريك يساوي ثلثي اللي هي 2 على 3 طوله اللي هي إكس، وقال مساحته 9600 متر مربع. نعلم أن مساحة المستطيل هي الطول في العرض، إذا تنتج لنا إكس في إيغريك تساوي 9600. نحل هذه الجملة، نرمز هذه المعادلة 1 وهذه المعادلة 2، نعوض المعادلة 1 في المعادلة 2، نجد x في y هي 2 على 3x تساوي 9600. إذن 2 على 3x مربع تساوي 9600. إذن x مربع ماذا يساوي؟ يساوي 9600 في 3 قسمة 2، لأنه هنا باش نخلي في هذا الطرف x مربع فقط نضرب في المقلوب تاع الكسر هذا في 3 على 2، باش نحافظ على المساواة في الطرف الآخر ثاني نضرب في 3 على 2، معناه x مربع ماذا تساوي؟ تساوي 14400. إذن x ماذا يساوي؟
يساوي 120، لأنه راح نديرو الجذر تاع 14400. هي عدد، عفوا، الحل يكون حل موجب وسالب. السالب مرفوض لأنه هنا طول. بعدها نعوض x في واحد، ماذا نجد؟ يعني نعوض x في المعادلة واحد هذه، نجد y تساوي 2/3. x شحال لقيناه؟ في 120. نقوم بالعملية الحسابية، نجد y يساوي 80، ومنها طول الحقل هو 120 متر، وعرض الحقل هو 80 متر. وبهذه الطريقة راني لقيت الطول والعرض. بعدها نروح للسؤال الثاني. قال: أراد العم محمود أن يزرع جزءا من حقله، هذا الجزء المظلل للحوس يزرعه، بحيث يكون محيطه أصغر من 260 متر، وأن تزيد مساحته عن 2400 متر مربع. السؤال قال: عبر ولا أكتب المتراجحتين المفسرتين لهذه الوضعية. إذن المتراجحة المعبرة عن الوضعية الأولى، الوضعية الأولى هو أنه يكون محيط هذا الجزء المزروع أصغر من 260 متر. يعني وش راح تكون؟ هذا الجزء المظلل راح عبارة عن مستطيل، الطول تاعو راح 80 متر، هو نفس هذا الطول، والعرض راح حطونا x متر، يعني رمزو x. اذا محيط المستطيل القاعدة تاعو تقول الطول زايد العرض في 2، مادام اصغر من، ثم راح تكون متراجحة اصغر، متباينة باصغر. اذا راح تكون x اللي هي العرض، طول زايد العرض زايد 80، قولوا 80 زايد x ولا x زايد 80 كيف، في 2 اصغر من 260. بعدها نبسطوا هذه، راح نلقاو 2x زائد 160 اصغر من 260. هذه هي المتراجحة اللي راهي تعبر لي على الوضعية الاولى. الوضعية الثانية قال أن تزيد مساحته عن 2400 متر مربع، يعني مساحة الجزء المزروع هذا راح تزيد المساحة تاعه على 2400 متر مربع. إذا مساحة المستطيل هي الطول في العرض، لدي العرض هو x والطول هو 80، إذا 80 في x أكبر، مادام قال تزيد معناه أكبر من 2400. هذه هي المتراجحة المعبرة عن الوضعية الثانية. بعدها السؤال الثالث قال: ساعد العم محمود على إيجاد حصر للبعد x لحقله المزروع. باش نلقاو حصر للبعد x للحقل هذا اللي راح يزرعه، نحلو المتراجحتين المعبرتين عن الوضعيتين السابقتين، يعني المتراجحة هذه والمتراجحة هذه. إذا راحين نحل المتراجحتين معبرتين عن الوضعيتين السابقتين، عندي المتراجحة الأولى هي 2x زائد 160 أقل من 260، معناته 2x أقل من 260 ناقص 160 هي 100، معناه x راه قل من، نقسم هنا على 2، هنا نقسم على 2، x راه أقل من 50. هذه بالنسبة للأولى. نزيد نحل المتراجحة الثانية اللي هي 80x أكبر من 2400، إذا x راه أكبر من 2400 قسمة 80، معناه x
راه اكبر من 30، عندنا اكس راه اصغر من 50 واكس راه اكبر من 30. اذا الحصر لاكس راح يكون بهذه الطريقه، ومنه اكس راح يكون محصور بين 30 و 50، معناه اكس راه اكبر من 30 واقل من 50. وأصغر من 50، هذا هو الحصر المطلوب في السؤال. بعدها السؤال الرابع قال: كلف العم أبناؤه محمد وعمر بعملية الغرس وحدد مبلغ رمزي كمكافأة وتركه كلغز، حيث قال لمحمد: عند غرسك لشجيرة تفاح وثلاث شجيرات برتقال تحصل على 9 دنانير، وقال لعمر: مبلغ غرسك لخمس شجيرات تفاح تنقص منها ثمن غرس شجيرة برتقال يتبقى لك 13 دنانير. من هذا النص الوضعية هذا راح نخرج جملة معادلتين نلقيو بها مبلغ غرس شجيرة الواحدة تاع التفاح ومبلغ غرس شجيرة البرتقال. إذا كيفاش راح نشكلو جملة المعادلتين؟ كي قال محمد ماذا قال له؟ قال له غرس شجيرة تفاح وثلاث شجيرات برتقال، راح تدي المبلغ عليهم 9 دنانير. معناه قال لمحمد، نعود نصيغه واش جا في التمرين. غرس شجيرة تفاح وثلاث شجيرات برتقال تحصل على 9 دنانير. هذه الكتابة ولا التعبير هذا نعبر عليه بتعبير رياضي. إذا كي نحطوا مبلغ غرس شجيرة التفاح هو إكس، هو إكس، ومبلغ غرس شجيرة البرتقال نحطوه هو إيكغريك. من هذا التعبير هذا راح نلقاو المعادلة الأولى هي إكس زائد 3 إيكغريك تساوي 9، لأنه قال غرس شجيرة تفاح، شجيرة تفاح معناتها إكس، وثلاث شجيرات برتقال معناتها 3 إيكغريك تحصل على 9 دنانير معناتها تساوي 9. إذا إكس زائد 3 إيكغريك تساوي 9، هذه المعادلة الأولى. وماذا قال لعمر؟ قال لعمر: مبلغ غرسه لخمسة شجيرات تفاح تنقص منه مبلغ غرس شجيرة برتقال يتبقى لك 13 دينار.
اذا بنفس الرمز انه مبلغ غرس شجيرة التفاح هو اكس ومبلغ غرس شجيرة البرتقال هو ايغريك، راح نلقاو خمس شجيرات تفاح معناتها خمسة اكس، قال تنقص معناتها ناقص مبلغ غرس شجيرة برتقال معناتها ناقص ايغريك راح تساوي، يتبقى لك 13 دينار، يتبقى لانه هنا ناقص يساوي 13، هذه المعادلة 2، وراح نحلو جملة معادلتين اللي تحصلنا عليهم. إذا نحل هذه الجملة اللي هي إكس زائد 3 إيغريك تساوي 9، وخمسة إكس ناقص إيغريك تساوي 13. وكان نبداو في حل هذه الجملة لإيجاد كل من إكس وإيغريك. من المعادلة 1 ماذا نجد؟ نجد إكس يساوي 9 ناقص 3 إيغريك، نسميه هذه المعادلة 3. بعدها نعوض المعادلة 3 في المعادلة 2، راح نلقاو 5 9 ناقص 3 إيغريك ناقص إيغريك تساوي 13. إذا نقوم بالنشر، 45 ناقص 15 إيغريك ناقص إيغريك تساوي 13، 45 ناقص 16 إيغريك تساوي 13، ناقص 16 إيغريك تساوي 13، ناقص 45 ناقص 16 إيغريك تساوي ناقص 32، معناه إيغريك تساوي نقسم هنا على 16 ناقص 16 وهنا على ناقص 16، إذا إيغريك تساوي 2، هذه نسميها 4. بعدها باش نلقاو إكس نعوض 4 في 1، نعوض 4 في المعادلة 1. معادلة 1 هي إكس زائد 3 إيغريك، إحنا لقينا إيغريك 2 تساوي 9، معناه إكس زائد 6 تساوي 9، معناه إكس ماذا يساوي؟ 9 ناقص 6، إذا إكس يساوي 3. ومنها مبلغ غرس شجيرة التفاح رمزنا له إكس، إذن هو 3 دينار، هو 3 دينار جزائري. ومبلغ غرس شجيرة البرتقال رمزنا له إيغريك، هو إيغريك هنا لقيناها 2، هو 2 دينار جزائري. وبالفعل هذو مبالغ رمزية، سما كي تلقاو القيم هذو تعرفوا رواحكم راكم صحاح بالنسبة لنص الوضعية. وبهذا يكون انتهى حل هذه الوضعية، نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها، وبإذن الله ربي يوفقكم في الاختبارات. وما تنسيوش تدعموني بالمشاهدات والاشتراكات، وشكرا لكم في فيديو آخر إن شاء الله.